السلام عليكم. الإسلام والكنائس. يقول المهندس وجيه فوزي يوسف، هو دكتور ومن الناس اللي البحث عن منهم كتير جدا، وخصوصا كتاب دليل الأمارة والطاقة، وليه كتاب حلو أوي اسمه تطور تصميم الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمصر، كنائس وديرة وادي النطرون النطرون. بيقول كلام جميل، بيقول العمارة القبطية وجدت من خلال تسامح الإسلام وتفاهمه العون على بقائها أكثر من 13 قرنا منذ عمرو بن العاص حتى الآن، وفي ظل هذه السماحة التي لا ينساها الأقباط في مصر باستثناء بعض الاضطهادات القليلة في عصور مختلفة، نتيجة إن الحاكم ظالم وبيذل للمسلمين والمسيحيين، أو هو فهمه غلط للإسلام. أقيمت آلاف الكنائس والكاتدرائيات الفخمة والأديرة التي تقام هنا وهناك متأثرة بالفنون الإسلامية ومؤثرة عليها، حتى أن بعض المؤرخين يعتبرون بقاء الأقباط حتى الآن في وسط بحر من المسلمين يعيشون معهم جنبا إلى جنب، عجيبة تضاف إلى عجائب الدنيا، إذ أن الدين الإسلامي انتشر في وقت كانت العمارة القبطية تندحر وتخرب وتحرك ويذبح من فيها ذبح النعيم، فكيف استطاعت العمارة القبطية أن تزدهر؟ بينما الدين الإسلامي يكتسح المنطقة كالإعصار، لعل نص الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هو إجابة صائبة بهذا الإعجاز. يقول إمامنا ليس بن سعد، والإمام الشافعي بيقول ليس بن سعد أفقه من مالك، غير أن ليس بن سعد لم يكن له تلاميذ يحملون منهجه، لا تلاميذ هنستفتاه في جواز بناء الكنائس. قال له: وهل بنيت الكنائس في مصر إلا بعد الإسلام؟ فالإسلام بيدي الحرية العبادة، يعني حتى المسلمين لما كانوا موجودين في الأندلس محدش غير الديانة بتاعت اليهود ولا المسيحيين، ولما خرج المسلمين بدأ يبقى فيه اضطهاد، واليهود اضطروا إن هم يغيروا الديانة بتاعتهم، رغم إن هم قعدوا فترة طويلة جدا في ظل 800 سنة من وجود المسلمين بدون أي مشاكل خالص. الشيخ راجل السرجاني بيقول، سئل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بناء الكنائس في بلاد الإسلام، فتجديد الكنائس مفروض إن هو مفهوش طلب من أمن الدولة أو في مشاكل أو حاجة خالص، ناس بتعبد ربنا حسب اعتقادهم في مكان معين، فحصل عندهم مشكلة عايزين يعملوا حاجة في الكنيسة، مفيش أي مشكلة في تجديد في خلاف في مسألة استحداث كنائس جديدة، وليس هناك نصوص قاطعة بتحدد أي الرأيين أرجح، لأن ما كانش في كنيسة في مكة أو المدينة بحيث إن إحنا ناخد الرأي ده ونطبقه، تمام؟ فعشان كده في خلاف، بس هو رأي الدكتور رغد السرجاني وأنا برضو بميل للرأي دوت، جواز البناء أي مكان في ناس عايزة تعبد بالشكل اللي يحلو لها، يبنوا الحاجة الخاصة بيهم ما داموا موجودين في المكان دوت، تمام؟ يعني ما ينفعش مثلا تقول أنا عايز أبني دير عبادة لديانة مش موجودة أصلا في المكان، لا، لو أنت مجموعة مسلمين موجودين في مدينة عايزين يبنوا جامع من حقهم في أي مكان، مجموعة مسيحيين عايزين يبنوا كنيسة من حقهم في أي مكان، اليهود عايزين يبنوا حاجة تبعهم بيعبدوا في ربنا مفيش أي مشكلة خالص، لا مطلوب منهم يخفوا الديانة بتاعتهم ولا مطلوب فيهم كل واحد يستخبى ويعبد ربنا في البيت بتاعه، ما دام الحاجة بتاعته ما بتأذيش الديانات الأخرى ما فيش أي مشكلة خالص، لأنه اتسق مع الأصول الفقهية عندنا ولا تلزم المسلمين بترك أهل الكتاب ودينهم، يعني اللي يأذي غير المسلم ويجبره إن هو يدخل الإسلام أو يضايقه أو يغلسه ده حرام، وتلزمهم بعدم إكراههم على تغيير الدين بأي شكل من أشكال الإكراه معنويا كان أو ماديا، ولما كان أداء شعائر دينهم يستلزم كنائس جديدة خاصة مع اتساق رقعة الأرض وكثرة الأعداد، لازم أن تكون لهم كنائس جديدة زي ما المسلمين لما يكونوا موجودين في مدينة من حقهم إن هم يبنوا مسجد نفس الكلام، وده نفس الكلام لأي ديانة من الأديان يعني، ونسأل الله السداد في القول والفعل.